وان يمكن معلش تسمع من فضلك يا دكتور مصطفى، ارجو نرجع للايوه. انا بس عايز اقول نقطه هنا مهمه جدا لينا كلنا. الموضوع ده ما كانش ممكن يتعمل الا اذا كان في ترسيم للحدود مع قبرص واليونان على البحر المتوسط ومع السعوديه في البحر الاحمر، ما كانش ممكن نعمله. ما كانش في شركات هتنزل تعمل تنقيب في المناطق دي الا اذا كان عندنا ترسيم حدود. ادي واحد. اتنين، انا عايز اقول لكم عشان تعرفوا مش الفكره ومش القدره، الفضل بتاع ربنا علينا. الحقل ده لو مش موجود دلوقتي مصر كانت تبقى مطفيه. مصر كانت تبقى مطفيه، ما عندناش فلوس ندفع كل سنه كل شهر 2 مليار دولار بالاسعار القديمه للغاز عشان ندي محطات الكهرباء. 2 مليار دولار شهر، اللي لو بالاسعار الحديثه دلوقتي قد تصل ل 10 مليار دولار. يا دكتور يا طارق قول، كان يبقى 10 مليار دولار في الشهر ادفعهم عشان اجيب الغاز المطلوب لتشغيل محطات الكهرباء اللي موجوده في مصر عشان مصر تفضل منوره. 10 مليار دولار منين دول؟ يعني 120 مليار دولار في السنه نجيبهم منين؟ لازم تعرفوا ان ربنا سبحانه وتعالى لما بقول الكلمه دي بعض الناس يقول لك ايه؟ يعني الموضوع كله ربنا؟ بالنسبه لنا كله ربنا. بالنسبه لنا ايوه ربنا. لان احنا لما جينا نعمل الترسيم الناس كلها هجمتنا وقالوا انتوا بتعملوا ترسيم ليه؟ ولما جينا ربنا سبحانه وتعالى يسر الامر وجه الحقل ده، جت شركه تاني قالت لي 5 سنين. قلت له عندك 18 شهر مش كده يا طارق؟ قال لي ازاي؟ قلت له انا موجود كل يوم، اي مشكله داخل الحدود المصريه هخلصها لك. الارض اللي كانت بتتخصص لمشروع زي كده عشان ينشا عليها معمل تكرير تاخد سنتين ثلاثه، اتخصصت بالتليفون في ساعتين مش كده يا طارق؟ وكل اجراء كان طلبه، كان عايز يعمل 10,000 خازوق للارض ديت عشان ارض سبخيه في بورسعيد مش كده؟ اتحركت معدات حفر بالالافات عشان نعمل ده، عشان نجهز البلاتفورم اللي بيقولوا عليه الخرساني اللي اتحط عليه المعمل اللي احنا بنتكلم عليه. من فضلكم، والدكتور مصطفى بيتكلم هو بيقول عنوان، لكن لكل عنوان من دول في حكايه لينا كلنا يا مصريين. انا عايز اقول لكم اللي انتم شايفينه ده 25,000 ساعة عمل بلا توقف مني ومن الدولة. 25,000 ساعة عبارة عن 7 سنين ب 84 شهر ب 30 يوم، اضرب في 10 ساعات في اليوم على الأقل. اللي حصل ده بالله، والله بالله، والله بالله، ولا كان يحصل أبدا. اتفضل.